أهلا، الأخبار معكم. في الفيديو ده أنا هتكلم عن إنك إزاي تذاكر مادة البايو فيزيكس في كلية العلاج الطبيعي. تمام. أول حاجة لازم نتكلم عليها هي يعني إيه أساسا بايو فيزيكس، يعني إيه مادة البايو فيزيكس. بايو فيزيكس الكلمة دي بتتكون من مقطعين، بايو وفيزيكس. تمام، فيزيكس يعني فيزياء، بايو يعني حيوي. تمام، فبايوفيزيكس او ماده البايوفيزيكس هي ماده الفيزياء الحيويه. تمام، طيب ماده الفيزياء الحيويه او ماده البايوفيزيكس بندرس فيها ايه؟ بندرس فيها الليزر واشعه الاكس راي والاشعات المختلفه زي الاشعه تحت الحمراء والاشعه فوق البنفسجيه، وكمان بندرس فيها اللايت الضوء. تمام، وكمان بجانب كده بندرس قوانين كيرشوف وحاجات خاصة بالكهرباء زي قانون أوم وحاجات زي كده. تمام، في المادة. تمام، وبرضو المجالات المغناطيسية والمجالات الكهربية برضو الحاجات دي بندرسها في المادة. تمام، وفي مادة البايوفيزيكس بتنقسم لحاجتين، إنك أنت بتدرس الحاجة دي هي ايه والاساس العلمي بتاعها ايه، زي الضوء زي الاشعة زي كذا 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 كذا، وبعدين تأثيرها على الجسم. تمام، يعني هو في مادة البايوفيزيكس المحاضرة يقول لك ايه الحاجة دي، اللايت بتكون من ايه، هو ايه، ويتكلم عنه كلام علمي، وبعديها ايه ونظرياته كمان، يعني الضوء ليه نظريات ليه حاجات ليه اساس علمي هكذا هكذا هكذا، وبعدين في الاخر يقول لك ايه تاثيره على الجسم. فمن اسمها فيزياء حيويه، يعني تاثير الفيزياء او الظواهر الفيزيائيه على الجسم نفسه. تمام، ففي الماده دي بندرس ايه الظواهر الفيزيائيه والحاجات الفيزيائيه. تمام، لما بتاثر علينا. وعلى فكره في ماده البايوفيزيكس بندرس فيها برضو الووتر. تمام، بندرس فيها الميه الووتر وتاثيرها برضو على الجسم، زي ما بقول لك ان انت عندك ظواهر فيزيائيه. تمام، بتدرسها وبتدرس معها ايه بقى تاثيرها على الجسم. تمام، زي الاشعه كده الفوق بنفسجيه مثلا. انا دلوقتي في المحاضره اتكلمت عن الاشعه الفوق بنفسجيه كتير. تمام، كايه هي، بتنشا من ايه، ليها اساس علمي، ليها نظريات، ليها كده 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 حاجات، في الاخر يقول لك ايه تاثيرها على الجسم هيكون ايه. تمام، وبرضو الأشعة دي مثلا سلطتها على الجسم بالطريقة اللي كذا، هتضر أكتر ولا تضر أقل، هتعالج ولا مش هتعالج، هكذا يعني. تمام، طيب دلوقتي عرفنا إيه، عرفنا معنى المادة بالعربي، دي حاجة مهمة أساسية. وبعدين تاني نقطة، إزاي تذاكر المادة. تمام، إزاي تذاكر المادة دي، دي حاجة سهلة برضو. إن أنت هتعمل إيه، هتمسك الريكورد أو التسجيل أو الفيديو بتاع الدكتور بتاع السكشن او المحاضره، تفتحه. تمام، ومعاك ملف الداتا بتاعت المحاضره او السكشن مطبوع. تمام، او معاك كشكول او معاك الاتنين. تمام، وتمشي مع الريكورد وتكتب الاضافات واي حاجه انجليزي عايز تترجمها ترجمها، لكن ترجمه بفهم، يعني مش ترجمه حرفيه. تمام، ولخص لنفسك وترجم برضو، يعني ايه انت الدكتور قال كلام بالعربي اكتبه. تمام، اي حاجة عربي او انجليزي الدكتور يقولها اكتبها. تمام، دي بتزود فهمك. تمام، حتى لو الحاجة يعتبر مفهومة منك، لكن ترجم. وبرضو اي كلمة جديدة عندك ابحث عنها في تطبيق او في قاموس اليو ديكشنري، قاموس على الموبايل، برضو تقدر تجيب اي كلمة جديدة، او ممكن ترجمة برضو جوجل تروح لها، لكن الترجمة الحرفية ما تروح لهاش. كمان لما ترجم ممكن تخمن ترجمة الكلمة، وبنسبة كبيرة بتطلع صح حسب السياق. تمام، فأنت بتمسك الريكورد أو التسجيل أو الفيديو بتاع الدكتور وتروح إيه ماشي معاه، وأي حاجة جديدة يضيفها أو شرح يضيفه تكتبه في الكشكول أو تكتبه في الإيه في الملف المطبوع اللي هو ملف المحاضرة أو السكشن. تمام، بجانب كمان نقطة مهمة هي إني لو دكتور الجامعة أو السكشن أو الدكتور الجامعة أو السكشن أو المعيد يعني ما لهمش فيديوهات أو تسجيلات بتنزل، أنت سجل عشان يبقى ده مصدر مذاكرتك. تمام، لأن في جامعات
مش بتسجل المحاضرات ومش بتسجل السكاشن، وفي جماعات تاني كمان بتعمل ايه؟ بتسجل المحاضرات بس ومش بتسجل السكاشن. فانت لو اي حاجة من الحاجتين، المحاضرات او سكاشن، مش بتتسجل سجلها. تمام؟ يعني في جامعات بتسجل المحاضرات بس ومش بتسجل السكاشن، فانت سجل السكاشن. طب انت لو جامعتك مش بتسجل ولا دي ولا دي ولا محاضرات ولا سكاشن، سجلها انت عشان يبقى عندك مصدر مذاكرة ليك، وهتمشي مع الفيديو او التسجيل نفسه، الريكورد يعني، على الموبايل وايه، او على التابلت او على اللابتوب هكذا. تمام؟ وايه، وتمشي معاه وتضيف الاضافات وتترجم وتكتب الشرح بتاع الدكتور. وفي نقط او في جزئيات بتكون محتاجة انك تلخصها بطريقة كويسة، او تكتب شرح الدكتور. تمام؟ او ايه، او تكتب شرح الدكتور للجزئية دي. تمام؟ بتكون المعلومة العلمية بالانجليزي يعتبر ايه، عالية شوية، فانت اكتب شرح الدكتور اللي هو بالعربي والبالانجليزي في الكشكول او في الملف. فانت بكده خدت كلامه، وكلامه ده انت لما تقراه مرة واتنين وتفهمه، هتحفظ الحتة دي او الجزئية دي وتبقى فهمها كمان. تمام؟ فانك تكتب كلام الدكتور العربي والانجليزي في الملف بجانب الزوايد والحاجات الزايدة اللي بيقولها، ده هيبقى كويس وهتجيب تقديرات كويسة في المادة، بجانب ان في دكاترة بتهتم بالحاجات الزايدة او الزوائد او الحاجات الزايدة اللي بتكون في المحاضرة وبيجيبها في الايه، في الامتحانات. تمام؟ في دكاترة بتعمل كده. فانت لازم المحاضرة تكتب ورا الدكتور، مش في المحاضرة نفسها لكن في البيت لما تسمع التسجيل، لان في وقت المحاضرة في الكلية او السكشن في الكلية بتكون مدته قليلة، وكمان في سرعة في شرح الدكتور او المعيد. تمام؟ السكاشن نقطة الكتابة فيها اسهل من المحاضرات. المحاضرات بتكون ايه، فيها كمية كبيرة وكمية سلايدات او شرح كبيرة، فنقطة ان انت تكتب دي بتكون نسبتها قليلة، او ان تقدر ان انت تواصل لفترة كبيرة في المحاضرة بتكون قليلة، لكن ربنا يديكم الصحة يعني. لكن انت مركز على انك تذاكر في البيت، في الكلية او في الجامعة نفسها، كمذاكرة معتمدة على المذاكرة في البيت مش الكلية. تمام؟ معتمد على المجهود في البيت مش المجهود في الكلية نروح نكتب. تمام؟ لازم مجهود الكلية في التركيز في الكتابة، وحاول. تمام؟ يعني مثلا ايه، انت حاول ان انت تبقى مركز مع الدكتور وطابع الملف او ملف معاك او مركز معاه، او كمان بتعمل ايه في المحاضرة او سيكشن، بتكتب الجزئيات او بتمشي معاه وبتكتب العناوين، وبتكتب كمان الحاجات العربي او الانجليزي اللي بيقولها ازاي ده. تمام؟ عشان تبقى معاه في الشرح. تمام؟ علشان يقل احتمالية ان انت تبقى تتشتت عن شرحه وتسرح. تمام؟ تمام؟ فزي ما قلت لكم في نقطة المصدر، لازم يكون عندك مصدر مذاكرة. فلو الجامعة عندك مش بتسجل المحاضرات او السكاشن، سجلها انت. تمام؟ تمام. طيب في مصادر تانية لمذاكرة المادة؟ اقول لك في مصادر. ايوه. تمام؟ تمام. هتروح انت رايح لقناة اسمها بي تي ميريت يونيفرستي على اليوتيوب، هتلاقي فيها شرح. تمام؟ وبرضو في قناتين تاني فيهم شرح برضو. تمام؟ لكن في كمان شرح تاني للمادة على ايه، على بوتات التليجرام معايا، هم عددهم 4. تمام؟ البوتات دي فيها شرح اكتر من جامعة، تقريبا 4 أو 5 أو 6 جامعات. تمام؟ منهم القاهرة وبنها وكفر الشيخ وجنوب الوادي، برضو فيهم شرح لمادة البيوفيزيكس. تمام؟ مادة البيوفيزيكس شرحها على اليوتيوب قليل، تمام، عشان تبقى عارف، لكن ليها شرح كتير فين، في التليجرام، في بوتات التليجرام. تمام؟ وبرضو انا هنروح للتليجرام برضو، مفيش اي مشكلة. تمام؟ انا دلوقتي هروح لليوتيوب، اقول لك الثلاث قنوات او الثلاث مصادر بتاع اليوتيوب، بعدين نروح للتليجرام عشان برضو تبقى ايه، عارف كله. تمام؟ نكمل عشان نشوف مصادر مذاكرة مادة البايوفيزيكس. تمام؟ زي ما قلت لكم ان مصادر مذاكرتها على اليوتيوب قليلة. تمام؟ لكن انا هقول لكم مصادر تانية بجانب كده، بجانب اليوتيوب على التليجرام. تمام؟ تمام. اول مصدر هو قناة بيتيمريت. تمام؟ دي هتروح لقائمة التشغيل. تمام؟ وهتلاقي على فكرة في القناة دي ايه، انت
تلات قوائم تشغيل لشرح مادة البايو فيزيكس. تمام، ايه هم بقى تلات قوائم دول؟ اقول لك القايمة دي اللي انا مشار عليها اللي هي بتاع التجارب البايو فيزيكس اولى علاقة طبيعية جامعة ميريت. القايمة دي فيها تجارب البايو فيزيكس، تمام، بتاعت العملي بتاعت السكاشن. تمام، وفي كمان ايه انت قايمة التشغيل برضو تاني اللي هم تلاتة على بعض، يعني دي قائمة التشغيل اللي قلتها لك بتاعت العمل بتاعت التجارب بتاعت الباي فيزيكس، وبرضو في قائمتين تشغيل تاني ايه انت تبع الباي فيزيكس برضو تبع المادة. تمام، دي فيها محاضرات الباي فيزيكس معظمها يعتبر او يعتبر تسع محاضرات فيها. تمام، فيها عدد محاضرات كويس، وبرضو هنا في ايه، في برضو ملفات السكاشن بتاعت الباي فيزيكس دي ايه كملفات بقى، ملفاتها نفسها بي دي اف برضو ده فيها في شرحها. تمام، بجانب كده ايه انت في مصدر تاني، تعرف انت في نقطة لازم تعرفها اني محتوى مادة البايوفيزيكس بيختلف من جامعة لجامعة. تمام، فبالنسبة لجامعة ميريت تلات قوائم دول تبعها. تمام، وبرضو في جامعات تانية ممكن تتشابه مع المحتوى ده بشكل بنسبة كبيرة وبشكل كبير او بنسبة قليلة او بنسبة قليلة. طيب في مصدر تاني تذكر منه، ايوه في قناة نجاح بدون جشع علاقة طبيعية. تمام، هتروح لقائمة تشغيل فيها، تمام، وهتدور على مادة اسمها بايو فيزيكس. تمام، القناة دي فيها كمية كبيرة من الايه من المواد. تمام، اهو القائمة دي هي قائمة البايو فيزيكس. تمام اهي، تمام، وبرضو لو رحت للصفحة الرئيسية هتلاقي هو عامل لك نقطة، ايه هي؟ عامل لك حاجة اسمها ايه؟ مقسم لك الشرح لايه؟ لسنين، بيقول لك سنة أولى فيرست يير والسكند يير. تمام؟ روح للفيرست يير وهتمشي كده برضو هتلاقي قايمة تاني للباي فيزيكس برضو. تمام؟ أهو كانت هنا. تمام؟ القايمة دي برضو قايمة لشرح البايو فيزيكس برضه، يعني القناه دي فيها قيمتين تشغيل للبايو فيزيكس. تمام، برضه ممكن تروح كمان ل برضه قناه اسلام خلف. تمام، هتلاقي برضه فيها شرح لايه لماده البايو فيزيكس برضه نفس الكلام، هتدور فيها على قائمه البايو فيزيكس هتلاقيها برضه، دور عليها. تقريبا كانت يعتبر في اهي. تمام، اهي قائمه البايو فيزيكس عند قناه الدكتور اسلام خالف. تمام، وبرضه انت لو رجعت لقناه نجاح بدون جشع هتلاقي حاجه كويسه عندهم، ان هم عاملين اكتر من قائمه لبايو فيزيكس. تمام، انا وريت لك قائمتين عندهم. تمام، وبرضه لو نزلت تاني هتلاقي ايه قائمه تاني لبايو فيزيكس بس بشرح قديم. تمام، هتلاقي شرح قديم برضه اقدم من القائمتين اللي انا وريتهم لك. تمام، انا القائمه دي انا وريتها لك خلاص، وبرضه لو نزلت تاني ممكن تلاقي. تمام، فالقناه دي فيها قائمتين تشغيل لبايو فيزيكس. تمام، قائمه صغيره وقائمه كبيره، قائمه 21 فيديو وقائمه تاني 5 فيديوهات. تمام، قلت لك على قائمه قناه اسلام خلف برضه الدكتور ده. تمام، برضه حاطط القائمه دي في القناه بتاعته. تمام، برضو لو رحت للتليجرام، تمام، انا سايب لك 4 بوتات فيهم داتا اكتر من جامعة، تقريبا 5 أو 6 جامعات. تمام، البوت ده، تمام، في داتا جامعة القاهرة وداتا جامعة كفر الشيخ، والبوت ده في داتا كلية علاج طبيعي جامعة الدلتا جنوب الوادي، والبوت ده برضو فيه داتا جامعة القاهرة وجامعة بنها برضو، والبوت ده هو البوت الرسمي لجامعة جنوب الوادي. تمام، والبوتات دي على فكرة فيها يعتبر شرح كل المواد. تمام، بجانب اليوتيوب، يعني عندك انت مصادر مذاكرة على اليوتيوب وعندك مصادر مذاكرة على التليجرام سواء فيديوهات او ريكوردات متسجلة. تمام، هتروح تعمل ايه؟ هتروح رايح على اي ايه انت اي بوت من الاربعة. تمام، وهتبحث عن شرح للبايو فيزيكس. فافتراضا انا هروح هنا مثلا، تمام، اللي هو البوت الرسمي لكلية علاقة طبيعية جامعة جنوب الوادي، انا اخترت بوت منهم
روح لده، دوس عليه، وبعديها ندوس على دي وندوس على بتي اندر جرادويت، دي هندوس على اولى. ماده الباي فيزكس بتكون في الترم الاول بتاع اولى، تمام؟ فانت اي بوت تدخل عليه ادخل على الترم الاول بتاع اولى، تمام؟ دوس هنا برضو الترم الاول سمستر 1، اختار الماده، اختار باي فيزكس اهي، تمام؟ وبعديها الماده مقسمها محاضرات سكاشن امتحانات، روح للاكاديميك، تمام؟ هتلاقي انك جاب لك شرح، تمام؟ وجاب لك ملفات كمان بتاعت المحاضرات، تمام؟ روح هنا برضو لو دوست على دي هتلاقي برضو شرح باقي بقى، يعني تكمله الشرح، تمام؟ وهكذا برضو، تمام؟ وبرضو تاني، تمام؟ تمام. وهنا برضو ساب لك لينك يوتيوب في ايه، في برضو شرح تاني للمادة، تمام؟ تمام. وبرضو كتب لك حاجة، تمام؟ تمام. وبرضو لو رحت لبوت تاني مثلا اللي هو بتاع ايه، اللي هو بتاع جامعة القاهرة وجامعة كفر الشيخ، ده روح على البوت ده مثلا، برضو هدوس هنا، روح للقائمة الرئيسية، تمام؟ تمام. هو لما هيفتح البوت ده هيفتح كده، تمام؟ روح لكلية علاج طبيعي جامعة القاهرة، دوس على دي برضه تاني، روح للفرقة الأولى يعني سنة أولى الترم الأول، الترم الأول، تمام. اختار البايو فيزيكس، تمام. لما تختار البايو فيزيكس هترجع تاني وتروح لأكاديميك بايو فيزيكس، تمام. راح جاب لك كل المحاضرات، تمام، اللي هم العشرة، يعني زي ما انت شايف كده 10 هم محاضرات في المادة، تمام. المادة عبارة عن 10 محاضرات، فجاب لك العشر محاضرات كايه، كريكوردات او تسجيلات يعني، تمام اهي، تمام. وبرضو انت ممكن تطبق كده على كل المواد مش بس البايو فيزيكس، لانك انت معاك كام بوت، معاك 4، تمام. فالاربع بوتات دول لمين يعتبر كليات علاج طبيعي، فمعظم او النسبه الاكبر 70 80% من ايه، من الجامعات الحكوميه، يعني هنا جامعه القاهره وجامعه كفر الشيخ دول 2، بعدين دول دلتا وجنوب الوادي كده 4، وبعدين في بنها يعني هنا 5، فالبوتات دي لما 5 جامعات، تمام. ويعتبر هما الجامعات الاكبر كعلاج طبيعي، كفر الشيخ، جنوب الوادي، القاهره، القاهره وجنوب الوادي وكفر الشيخ، 3 جامعات دول هما الاساس في العلاج الطبيعي في مصر اساسا. فانت معاك الداتا بتاعتهم، فانت ممكن تروح تذاكر باي فيزيكس الاولويه لمين؟ لمين؟ لدكتور الجامعه والمعيد، تمام؟ دول الاولويه. ولو مفيش تسجيلات بتنزل عندك في الجامعه سجل انت. طيب انت عايز مصدر اضافي، روح على اليوتيوب او روح على التليجرام، وممكن انت تروح على التليجرام تروح لدكاتره جامعه القاهره برضو، تمام؟ تمام. شكرا خالص، مع السلامه. انت اديت لك مصادر كتير تذاكر منها الماده. انا عارف ان اليوتيوب مفهوش مصادر كتير، لكن على اليوتيوب انا قلت لك مصادر متاحه، زائد كمان التليجرام في مصادر كتير، دكاتره كتير جامعه متسجل ليهم ريكوردات وفيديوهات نازله على البوتات دي. فالبوتات دي انا هسيبها لك في الوصف بجانب لينكات قائمه التشغيل اللي انا قلت لك عليها في الثلاث قنوات اللي انا قلتهم لك في الفيديو، تمام. شكرا خالص، ربنا يوفقكم، مع السلامه.